هاي، كيف كنا اليوم؟ اليوم رح نحكي عن موضوع هيك شوي مهضوم ودقيق. هل الحجم مهم؟ نحن نعرف انه الرجال بيركزوا مثلا على حجم صدر المرأة وحتى على حجم مؤخرة المرأة، بس هل الحجم العضو الذكري مهم للمرأة؟ في رجال رح يفكروا انه ايه، ومتعقدين ومعقدين من الموضوع وبيخافوا بس يقارنوا حالهم بغير الرجال انه ما عندهم الحجم الكفاية. بالحقيقة الحجم منه هالقد مهم، هو أكتر المهم هو الحجم اللي عم نعطيه للخبرية. يعني إذا الشخص كتير مركز على الموضوع هذا الشيء في يأثر على حياته وفي ينزعله الحياة الجنسية، لأنه رح يكون عم يركز على الشكل وعلى الحجم وعلى الأداء وما عم يركز على اللذة وعلى التفاعل مع زوجته والزوجة مع زوجها. إذا بدنا ناخد الحجم من الناحية الطبية، هل بيأثر على الممارسة الجنسية؟ حجم العضو ما بيأثر، لأنه بالنهاية العضو الذكري هو قناة بده يوصل السائل المنوي لعنق الرحم، يعني حجمه ما بيلعب دور بلذة المرأة، لأنه المنطقة الحساسة بالمهبل موجودة قريبة من فتحة المهبل، يعني أول 4 سنتي من الجدار الأمامي تابوت المهبل هي المنطقة الحساسة عند المرأة، وهي المنطقة اللي رح تحس باللذة، وهذه المنطقة بتكون حساسة إذا المرأة عم بتحس بإثارة، إذا عم تتجاوب على المداعبات، إذا مرطبة مظبوط، وإذا أكيد عم تستمتع بالممارسة، وهذا الشيء منه معلق بحجم العضو الذكري. طالما العضو أكبر من تقريباً 9 إلى 10 سنتي، طالما هو فيه يعمل إدخال، وساعتها ما رح يأثر ولا على لسته ولا على لسة المرأة. وإذا طبعاً بدكم تعرفوا أكثر تفاصيل عن الأداء الجنسي وعن كل هالأخبار أم الأفكار الغلط اللي عنا إياها عن الممارسة الجنسية، بليز تابعونا على قناة لوليا. باي باي.